السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نرجع للترقيد الأرضي اللي سويناه، اللي تذكرون في الفيديو اللي فات حاولنا ان نجرب نشوف اذا في جذور وما كان في جذور. الحين لما اسحب احس ان في جذور في الاسفل، ما تشوف والله كأنه في شيء، كأنه هاي لا فما تبين الجذور من الاسفل، ولكن لما اشد تقاوم شوي ولاحظت ان الأصيص يجف أسرع والنمو زاد من هذا الطرف. فأتوقع بعد هذه المدة الطويلة ولما دفنا الغصن أكثر وجرحناه دفنا أغزر، فأعتقد أنه في جذور. فاللي راح أسوي أني راح أقطع فوق هذا النمو على أساس يكون عندي طرفين عبارة للنبتة، فراح أزيلها بهذا الشكل وخلاص صار عندي نبتة ثانية من ترقيد أرضي. فاللي راح أسوي أيضا أني ممكن أني أقصر النبتة بهذا الشكل، وهذه صارت عندي نبتة ثانية من اللي إحنا نسميه الرازجي أو النوع من أنواع الياسمين، فصارت عندي نبتة ثانية فراح أتابعها. لما شوية تجف التربة راح أتفقدها وأشوف إذا فيها جذور وإلى وين واصلة الجذور. خلنا أجرب معاكم مدام إحنا هني. كأن في بعض الجذور، في فعلا جذور هني، في جذور موجودة بس لأن التربة رطبة ما بيها تتفلل وتتفتت. راح أرجع النبتة، راح أخليها في هذه الأصيص فترة إلى أن الأصيص يمتلئ بالجذور. بعدها إن شاء الله راح أنقلها إلى أصيص أكبر وراح أخليها تستمر تنمو بشكل إن شاء الله صحي وتكون نبتة ثانية إن شاء الله. فهذه بخصوص موضوع الترقيد الأرضي. فاللي تعلمناه أن الأفضل أن نجرح جزء من العود، يعني أن نجرح جزء من أسفل العود وندفنه بعمق بشكل عميق أساس تكون الجذور عندنا، ونصبر أكثر من شهرين لأن الظاهر أن النبتات المتسلقة تأخذ وقت أكثر من الترقيد الهوائي أو الأشجار. فهذه الخلاصة اللي تعلمناها، مثل ما قلنا نجرح العود ندفن بعمق وننتظر مدة طويلة. فهذه هي اللي اكتشفناها كأساسيات الترقيد الأرضي، وما شاء الله النبتة فيها ورد من الحين. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، و وأشكر أحد المتابعين اللي قال لي إنه لازم أجرح الغصن وأدفنه بعمق أكثر، فأشكركم على النصايح وأتمنى إن الفيديوهات هذه أنتم تستفيدون منها، ولكن أنا أيضا أستفيد منكم كمتابعين لأن أنا ما أدعي في نفسي إن أنا أعرف المواضيع كلها، ولكن في بعضكم يملك الخبرة في مواضيع أكثر مني، فأنا أيضا أستفيد وأتعلم منكم ونتعلم من بعض. وهذا الشيء الجميل في الزراعة إن إحنا نتبادل أفكار ونتناقش ونتعلم مع بعض. فإذا عندكم أي استفسار بخصوص هذا الموضوع الترقيد الأرضي أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.